في فبراير 1928 لوفكرافت نزل قصة The Call of Cthulhu. وبعد نشر القصة بكام شهر العديد من المؤلفين شافوا ضخامة عالم كثولو اللي أصلا القصة مش بتلمس غير شوية أطراف بسيطة منه وإزاي العالم ده مليان فرص وبدأوا بالفعل في كتابة قصصهم الخاصة اللي ابتقى أحداثها في عالم كثولو وده كان شيء لوفكرافت مرحب بيه جدا ومشجع ليه ووسط كل المؤلفين في الفترة دي أهم شخص فيهم كان أوجست دريلس بسبب تأسيسه لدار نشر أركام هاوس وتجميع الكثولو ميثوس كله ومعظم كتابات لوفكرافت إضافة إلى كتابة دريلس شوية قصص مبنية على ملاحظات كان سايبها لوفكرافت ولحد النهاردة بسبب دريلس إحنا متاح لينا عالم كثولو المهول وفي العديد من المؤلفين لسه بيكتبوا قصص جديدة خاصة بعالم كثولو بشكل أفضل من لوفكرافت زي ألان مور ونيل جايمن. عالم كثولو هو عالم ضخم وغريب جدا البشر فيه ما يسوش أي نكلة. العالم بيحتوي على كائنات فضائية تعتبر بمثابة آلهة وعقلنا البشري المحدود غير قادر تماما على استيعابهم واحتمالية النظر ليهم بس ممكن تدفعنا للجنون. الكائنات دي مختلفة عن بعض اختلاف جذري وكل واحد وليه دماغه وتصرفاته. مثلا في منهم كان فرعون هنا في مصر واحد منهم كان رسول تنكر فيها بشرية وتجول الأرض. بعض الكائنات دي في حد ذاته غير معروف وده سبب الرئيسي هو ان لوفكرافت بعد ما خلق الكائنات دي كان بيعدي عليها حسب مزاجه وايه اللي يرضي ضميره الابداعي في القصه. وبعد كده اوجست دريلس حاول ينظم الموضوع شويه ولما لقى ان الموضوع جماعيه قرر هو كمان يخلق شويه كائنات وقسم كل الكائنات دي لعناصر مختلفه وده خلانا نوصل لهيراركي معينه بتوضح تسلسل عالم كثولو. ذا اوتر جادز هم العديد من الكائنات المختلفه اللي عندها اهميه كونيه ضخمه جدا وكلهم عايشين بره الارض والنظام الشمسي بشكل عام ولكن ليهم تاثير مباشر على الارض والبعض منهم كان عايش في الارض قبل كده. ذا جريت اولد وانز هم كائنات فريده من نوعها تمتلك قوه جباره وعايشين في اماكن مختلفه من الارض وكانوا لفتره هم اللي بيحكموا الارض ولكن دلوقتي كتير منهم مدينها نومه وبيبقوا مودي جدا لما بيصحوا منها. The Elder Gods هم آلهة معظمهم كان شكلهم زي البشر وطبعهم مش شرير ما عندهمش مشاكل يساعدوا البشر بس طبعا الكلام ده ما كانش بلوشي عشان الدنيا ياخد وهات المساعدة دي كانت في مقابل ان البشر يعبدوهم. على سبيل المثال الآلهة الخاصة بالحضارات الإغريقية النرويجية الأستك والمصرية هم The Elder Gods ويعتبروا آلهة الأيام المعاصرة في عالم كثولو. اخر حاجه واحقر حاجه هم الموكوسين او البشر شويه هطل ملوش اي قيمه ولا اي 60 لازمه عايشين يفسدوا في كوكب ملوش ذنب وبديتيز او من غير هيولعوا في بعض الموضوع كله عباره عن مساله وقت مش اكتر. اول حاجه لازم نعرفها عن عالم كثولو هو الكوزميك هورر. هو الخوف اللي بنحسه لما يبقى قدامنا ظاهره تتجاوز ادراكنا البشري هو احساس انك صغير جدا عاجز ولا حول ولا قوه ليك. لأسباب مختلفة ومش واضحة كثولو في حالة من البيات الشتوي يعتبر ميت بس مش ميت كل هو بيعمله دلوقتي ان هو living the dream راجل قاعد طول اليوم نايم على سريره في مدينته. مدينته هي مدينة ريليا مكان هندسه مش هي الهندسة اليوكليديان بمعنى ان ابعادها مختلفة تماما عن الابعاد الطبيعية اللي في حياتنا. المدينة دي غرقانة في اعماق المحيط الهادئ. كثولو بشكل عام ظهر للبشرية في هيئات مختلفة منها الوحشي ومنها الشيطاني وفي معظم الأساطير البشرية يعتبر هو الكابوس الأساسي للبشر. هيئة كثولو قريبة للهيئة البشرية ولكن برأس أخطبوط وأجنحة تنين. كثولو هو الكائن الأعلى للجريت أولد وانز وفي بعض من البشر أعضاء في طوائف سرية بتعبد كثولو وبتقول إن كثولو بيخاطبهم في أحلامهم وعندهم إيمان إن كثولو هيصحى في يوم ويدمر الكوكب. كان الأقوى في عالم كثولو وبدون شك هو أذاثوث. هو أعلى كائن في الأوتر جودز وليه ألقاب كتير زي The Primal Chaos, The Blind Idiot God, The Demon Sultan. أذاثوث هو أفضل وصف للكوزميك هورر بسبب إنه بيمثل كائن ما يقدرش الوعي البشري على استيعابه نهائيا ومفيش أي حاجة توصلنا بيه. كل اللي نعرفه عنه إنه كائن غير مبالي بأي حاجة. أذاثوث مشاع إنه عايش في محور كل الوجود وملوش شكل محدد لأن كل واحد بيتخيله بشكل مختلف إضافة إلى إن هو مش بيتم وصفه بشكل محدد في أي قصة ومحدش بيقابله بشكل مباشر والكلام دايما عنه بيبقى بخوف ورهبة. الكتير من الناس شايفين ان أذاثوث هو مؤسس الكون ولكن في نظريات بتقول ان في حد فوق أذاثوث وفي نظرية تانية بتقول ان كل الكون هو جزء من خيال واحلام أذاثوث. على الرغم من عدم معرفة أذاثوث باحلامه ومن المفترض ان أذاثوث لحد دلوقتي لسه نايم وصحيانه يعتبر نهاية الوجود كله. نيرلاثوتيب او ذا كرولين كيس هو ابن أذاثوث وخدامه ورسول الاوتر جودز في المجرة. على عكس باقي الاوتر جادز والجريت اولد وونز اللي بيستخدموا لغات فضائيه غير مفهومه للتواصل مع البشر بشكل مباشر زي مثلا في احلامهم هو بيقدر يستخدم اللغات البشريه بشكل ممتاز وعنده قدره جباره في محاكاه البشريه. الشر بالنسبه له يعتبر اهم بكتير عن الموت والدمار وبيحب يبقى قاسي قوي وزي الشيطان هو ماكر جدا ويقدر يخدع اي حد وبيستخدم الطوائف اللي بتعبد الاوتر جادز اللي موجوده على كوكب الارض عشان يحقق اهدافه عشان كده يعتبر اكتر الالهه شرا في عالم كثولو. وعلى عكس باقي الالهه هو نشط جدا ومش مقضيها نوم او احلام بالعكس هو موجود دايما على الارض ودايما بيظهر بشكل بشري وليه اكتر من 1000 هيئه معظمهم مرعب ومن المعتقد انه يقدر ياخد اي هيئه هو عايزها حتى لو كانت شكل اله تاني في عالم كثولو.
يوكتثوس هو إله المعرفة، عارف وشايف كل حاجة، وهو حدود الزمن والفضاء، ولكن لسبب غير واضح هو ملوش اتصال مباشر مع العالم المادي. نقطة قوة يوج هي رؤيته لكل الوجود في كل الأبعاد في نفس الوقت، عشان كده في كتير من مخلوقات عالم كثولو بتعبده عشان يقدر يديهم المعرفة الكافية اللي يقدروا من خلالها يسيطروا على الزمن والفضاء. زي كتير من آلهة لافكرافت، فشكل يوكتثوس صعب وصفه لأنه شيء فوق حدود الفهم البشري، ولكن الشكل المتفق عليه في العديد من القصص هو أنه كتلة من الكرات المتوهجة وفي عينين كتير، ويقال أنه هو مش شرير، مع العلم أن مفاهيم البشرية المحدودة حول الخير والشر مش متوافقة بشكل واضح مع مفاهيم الأوتر جودز. قبل ما نتكلم عن شاب نيجورث لازم اوضح ان الاسم مش عنصري. لافكرافت كان شخص عنصري، ده شيء متفق عليه 100% وما فيهوش اي جدال، لكن الاسم ذات نفسه مبني على شيول ناجاناث وهو من قصه The Idle Days on Dayan. والمشكله اللي حوالين الاسم وحاجات كتير في عالم لافكرافت بتنبع من ان هو زي حاجات كتير جدا ما قدمهاش في العالم، فهو ما قدمش ايتيمولوجي واضحه زي اي كاتب محترم في عالم فيكشن. شاب نيجورث عندها اسم تاني وهو The Black Goat of the Woods with the Southern Young، وفي الميثوس الأصلي هي مصنفة كأوتر جادس، ولكن في الإكستندد ميثوس فهي تصنيفها Great Old One. في عالم كثولو هي تعتبر آلهة الخصوبة وجدة كثولو، شكلها عبارة عن سحابة تنبع بالشر فيها تنتكل السودة وأفواه لعبها فاكك وكان طقم رجل ميس كده، حاجة قرف يعني. هي أكتر الآلهة عبادة في عالم كثولو، مفيش حضارة ما عبدتهاش من حضارات بشرية زي اليونانيين والمصريين كالعادة يعني، احنا مفيش حاجة تقريبا ما عبدناهاش، دايسين في أي حاجة ولا فارق لينا، لحضارات فضائية زي سكان كوكب يجر، وده بسبب ان مقابل تضحيه بالدم هتقدم محاصيل غنيه ونسب خصوبه عاليه. وكآلهة الخصوبه هي سبب رئيسي في ولاده كائنات مهمه جدا في عالم كثولو زي ناجان ياب ودارك يونج. كتاب ذا نيكرونوميكون او ذا بوك اوف ذا ديد او كتاب العزيف هو كتاب خيالي كتب من شخص خيالي اسمه عبد الله الحضرت او العربي المجنون. كتاب خيالي، حابب اقرر ان هو كتاب خيالي. الكتاب يحتوي على طقوس لاستدعاء الموت، معلومات عن ذا جريت اولد وونز والالدر ثينجز، وبسبب طبيعه المعلومات دي معظم اللي بيقروا الكتاب ده بيموتوا. اما عن مؤلف الكتاب نفسه عبد الله الحضرت فاسمه ذات نفسه يعتبر غلط نحويا، وتقريبا حسب تهكنات البعض فالاسم طلع كده بسبب ترجمه غلط، وكان المفروض يبقى عبد الهذرت بمعنى ذا وورشيبر اوف ذا جريت ديفاور. كل اللي معروف عن المجنون هو انه شاعر يمني محب للغات وعنده خبره قويه جدا في قراءه وترجمه المخطوطات، اضافه الى انه رحاله سافر من اسكندريه لبونجاب وراح منف وبابل وعاش فتره كبيره جدا لوحده في جنوب الجزيره العربيه لحد ما قرر يستقر في دمشق، وهناك كتب كتاب العزيف او ذا نيكرونوميكون. وبعد كتابه الكتاب بفتره قصيره تم التهامه من قبل وحش خفي في عز النهار قدام ناس مش فاهمه ايه اللي بيحصل. يقال ان الهذرت كان بيسمع اصوات في دماغه زي اللي كتير من شخصيات لافكرافت كانت بتشوفها في احلامها او بتسمعها في يومها العادي، اضافه لانه كان بيعبد كثولو او يوكتثوس اللي بالنسبه كبيره الهذرت قدروا ان يتواصل معاه وقدم له المعرفه الكافيه لكتابه العزيف، خاصه ان الكتاب فيه طقوس خاصه باستدعاء يوكتثوس. وبكده اكون خلصت اللي انا اعتقد ان هو المهم في عالم كثولو. طبعا لسه في تفاصيل اضعاف اللي اتكلمنا فيها النهارده، ومن الممكن ان يبقى في فيديوهات مستقبليه عن التفاصيل دي وعن حاجات اتكلمنا عنها النهارده بس بشكل منفصل. ونقطة مهمة لازم أكد عليها لأي حد حابب إنه يبدأ يقرأ لافكرافت هو إن طريق كتابته مش بالاعتيادية. لافكرافت كان قوي جدا في صناعة عوالمه، ولكن كان في خلل في طريق كتابته، وعلى الرغم من ذلك في كتب صراحة كانت المشاكل دي فيها قليلة أو غير موجودة زي The Shadow Over Innsmouth, At the Mountain of Madness و The Dunwich Horror. ولو طريقة لافكرافت مش مريحة ليك ولسه عايز تقرأ حاجة لافكرافتين فممكن تقرأ سلسلة The Laundry وقصص نيل جيمن القصيرة وهم I Cthulhu و Study Emerald.